الخبر اول يعد عن نور مريا حبايب والفضيحه اللي انتشرت عليه انه هو ولانا محمد كانوا لازمين ايد بعض بوحده من الحفلات، وطبعا هذا الشيء اكد العلاقه اللي ما بينهم يا حبايب. فهذه اللقطه يا حبايب اللي شايفيها قدامكم شلون هم لازمين ايد بعض، وهو لقطتهم انتشرت لهم مثل ما شايفين هم لازمين ايد بعض، يعني واضح انهم يحبون بعض. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات هل فرحتوا بهذا الشيء او زعلتوا. ننتقل حاليا يا حبايب الايات وصول قناتها باليوتيوب ل 6 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال الملايين الاكثر يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب ان تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي، وهل انتم تحبوها او لا. ننتقل حاليا يا حبايب المامو العيساوي وارسى يا حبايب فتشرت شويه لقطات على التيك توك ومن نفس الوقت بالانستغرام من خطوبته او عفوا زواجه يا حبايب، فهو تزوج واخيرا، فالف مبروك ان شاء الله يا رب. ويا حبايب باركوا لها بالكومنتات. ننتقل يا حبايب حاليا القمر الطاي ونيرمين مار وتنزلهم شويه ستوريات ويا بعض وهم اصدقاء المره الثانيه، فنزلوا شويه ستوريات وحتى كانوا ياهم مصطفى ريدر. فتتوقعون يا حبايب ممكن انهم يصيروا كلهم فريق نور مار، او يا ترى هم كلهم يصيرون فريق واحد ونيرمين تطلع. ننتقل حاليا لانا يا حبايب المفاجاه الناريه اللي مجهزت لنا اياها. فيا لانا يا حبايب نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات تحمس بها المتابعين اكو شيء كلش خرافي راح اسويه وما حد سواه من قبل حسب ما قالت. فشنو تتوقعون؟ اوكي جايز، طبعا ما راح اقدر اطلع شكلي هاي لانه عم نسوي شيء جدا 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 خطير وما حدا مسويه على اليوتيوب من قبل، فنحن راح نكون اول ناس بنسويه وراح يطلع شيء كثير حلو ان شاء الله. يعني وانتم بتعرفوا انه نحن بنضل نفاجئكم اشياء خطيره لانه نحن خطيرين وانتم بتستاهلوا الاشياء الخطيره. فانه طبعا الاغلب توقع ممكن يكون خطوبتها ويا نور مار خاصه بعد ما اثبت دليل الحب اللي ما بينهم. بالختام يا حبايب عن نور ستار والتهجم اللي تعرضت له بعد ما نزلت هذه الصوره كان بها شويه شيء غريب يا حبايب، واللي هو لمسه ايدها. فما ادري صراحه الاغلب الكومنتات كان ينتقدوها بنفس الوقت يتنمروا عليها انه هي شويه سمنانه وعلى ملابسها، فما ادري صراحه بالكومنتات استحقت التهجم او لا. وبصل يا حبايب انها وصلنا لهذا المقطع، اتمنى المقطع عجبكم. فيدروم خبلايكات كانكم في زي مقدمه القصص، احبكم وبس، مع السلامه.